لكم التحية في كل مكان. أول فقرات أو ثاني فقرات هذا الصباح رياضة وصال الجيم، نتابع ونعود. طبعا هي مهمه بالنسبه لاي رياضه، سواء بتلعب كوره، بتلعب سباحه، بتلعب كره سله، بتلعب ملاكمه، اي نوع من الرياضه. فاهم، هي عنصر هو اللياقه البدنيه يعني. فيعني اهم نقطه بالنسبه للاعب لياقته، مستوى اللياقه عنده. فاحنا هنا بنشتغل على نحسن مستوى اللياقه عنده، مستوى المرونه، مستوى القوه. دي كلها اساسيات اللياقه البدنيه. لازم يكون عندك ثبات، عندك مرونه، عندك قوة بدنية. دي كلها بتتعلق بالجنو باللياقة ككل. طيب كيف يكتسب اللاعب اللي احنا عندنا مثلا هنا بنشتغل مثلا على القوة ذاتها، عندنا تمارين القوة البدنية، دي تمارين معينة انه يكتسب اللياقة، ممكن عن طريق السباحة، عن طريق الجري، عن تمارين بوزن الجسم. فاحنا عندنا كذا طريقة بنقوي بها اللياقة البدنية عند اللاعب. طيب مسألة المحافظة دي بتتعلق، لازم السبب الأساسي على المحافظة هو التمرين. يعني أهم حاجة بالنسبة لأنك تحافظ على مستوى اللياقة عندك، لازم تكون مواظب على تمارينك، تبعد من السهر، يعني يكون منتظم في وجباتك. فدي برضو تتعلق بأن المدرب يكون متابع معك على طول، يعني تكون لنفس المستوى بتاعك اللي بدأت به لحد ما توقف من التمارين.